سؤال يقول: كيف هو شكل المهدي عجل الله فرجه الشريف ولباسه ولحيته سلام الله عليه؟ الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يذكره أمير المؤمنين ويقول: سيأتي، تأتي أيام ويأتي أصحابه وأنصاره سيرعف بهم الزمان وتأتي بهم الأيام. والإمام المهدي سلام الله عليه أولا طويل عريض ما بين المنكبين، أشبه الناس بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقنى الجبين يعني جبهة عريضة، أزج الحاجبين يعني حواجب متصلة. بعد أقنى الأنف يعني أنفه فيه حديداب شوية مقوس. وأجلل سهل الخدين، بعض مخدوده منتفخة هو لا، سهل الخدين. وأدعج العينين، عيون سود بياضها شديد، عيون كبار وسود وبياضها شديد وسوادها شديد. وكث اللحية صلوات الله وسلامه عليه، لحيته أيضا طويلة. ومفلج الثنايا يعني أسنانه في فاصلة بينها. عليه جلابيب النور تتوقد بشعاع القدس صلوات الله عليه. اللهم صل وآل محمد. الإمام المهدي سلام الله عليه له خؤولة في الروم، لأن جدته من بنت هارون، وله خؤولة في الفرس لأن أم جده الإمام زين العابدين بنت يزد جرد. له خؤولة وكذلك معرق في أصله وفي جذوره، معرق حتى الخليل إبراهيم سلام الله عليه يشبه جده رسول الله ويشبه إبراهيم ويشبه الجميلين في أبناء إبراهيم صلوات الله عليهم. سؤال: صحيح أن الإمام المهدي يخرج أعداءه وقتلت أهل البيت ويحاسبهم؟ الإمام المهدي سلام الله عليه مع أنه رحمة للعالمين لكنه على الظالمين نار كبرى، وعلى الظالمين لا هواد مع الظالمين، وهو يعلن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم والبراءة من أعدائهم، وحوالي شهرين يبقى في مكة، اليمانيون ينصرونه، هم يأتون يأخذون له مكة ويظهر في حماية اليمانيين في مكة. بهالشهرين يجمع يأتيه أنواع الناس، لابد أول أهل الحسا والقطيف والمناطق القريبة يأتونه. مهم يختار 10,000 ويتحرك إلى المدينة صلوات الله عليه. في المدينة يظهر الله على يده الآيات، يعني نحن نعتقد والعلم يدل أن كل ما حدث هو مخزون في الهواء ويمكن أن يستخرج بفيديوهات ماذا جرى. كل ما جرى على النبي وأهل بيته مخزون يظهره الإمام صلوات الله عليه، ويحضر أعداء أهل البيت ويعترفون، هذا أيضا وارد عندنا. والإمام صلوات الله عليه
يبقى حوالي شهرين في المدينة ثم يتحرك إلى العراق. هو يأتي هوائيا إلى العراق، يدخل العراق في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو، في سرب طائرات عنده خاص، وجيشه يرسله مع أحد القادة طي الأرض، ويطلع العراق كل الاستقبال الإمام صلوات الله عليه. يرتب وضع العراق، وفئتان توجد، فئتان تخرجان عليه صفيهم فيصفو له العراق، وتأتيه رايات خراسان وأهل إيران بالبيعة. أهل إيران، أهل باكستان، أهل أفغان يأتونه كلهم يبايعون الإمام صلوات الله عليه، وينصب قائدا عاما لقواته المسمى شعيب ابن صالح، قد يكون اسمه فارسي والإمام هو الذي يضع له هذا الاسم، ويتحرك لحرب السفياني إلى آخره صلوات الله وسلامه عليه. يسأل: إذن الإمام يعيد بناء المشاهد كلها، مسجد النبي، الكعبة، كلها يعيد بناءها ويخرج أعداء الله؟ نعم، يخرج بعض أعداء الله ويشوفوهم الناس ويحاسبهم وإلى آخره، ليظهر الحق. الإمام ما عنده تقية سلام الله عليه.